وكان جايين خير على خير وسلام. حتى كان الواد شويه هايج فيه الماء كثير، الشيفور ما احترمش القانون ديال السير، خاص يوقف كيما واقفين الناس. هو زعما وداز وسط الواد الكار هو وسط الحفره، طلب وسط الواد، سال الناس ضربوا الجاج خرجوا، تم التدخل السريع وقوه قوه المساعده والقوات المدنيه والابيلونس. كانوا اصابات كثيره كانوا اصابات كثيره. لا كان بعض جروح خفيفه، وبعد الدري صغير عدوا حالات وفاه. لا كان مات الدري صغير وين مات، عدوا شي عامين حكاك ولا ثلاث سنين ولي مات. وصلنا لتما صورت كنت شتا كتصب، وكان واحد الواد ديس لاباس بخير الحمد لله. ما نقولوش شنو التهم ديال الصائغ، الحمد لله غادي نقطع من الواد. لا بخير شويه بحال اللي مشات الوسط ديال الواد ومشات غلب عليه الماء شويه، سمعت الوقت اللي غلب عليه جا النحافه صافي غادي نعملوك طاح على الجنب صافي. كنسمع انا راك بالضبط الوقت اللي طاح الكرار على الجنب تكا كاع بنادم زقى فيه الجنب ديال الواد صافي. ولينا كنضربنا نضربوا الجاج، ما بغيتش تهرسينا بصراحه، تهرسينا داك ديال الله اللي تما الله ضربته تهرس. خرجت من الله طلعت من الله من الكار، عاد طلعت هرسني الجاج فوقاني ديال الكار اللي هرسنا، عاد طلع لنا الناس هذا صافي. الناس اللي تعتقوا بهذا كان شي واحد الطفل، هاد الطفل اللي في عمره عامين مسكين اللي توفى مشى لمامتو. هو اللي رجع واحد الولد يقلب عليه لداخل في الكار ما لقاهش، ومن بعد عاد جاو الوقاية المدنية وعطونا واحد السلوم اللي قطعناه أخويا قطعناه عليه، وعاد من بعد عاد جينا المستشفى وتعلقنا بالإسعاف الأولية والحمد لله على السلامة. الحمد لله كنا غاديين بخير وعلى خير الحمد لله، وصلنا للقنطرة كاين الماء كثير الحمد لله. هو كاين شويه الشيفور كاين شويه في الديفو خصو يوقف كما الناس واقفين، هو زعم جزاد ما عرفناش روسنا، تلقينا روسنا في الواد تلقيتو راسك. ما بقينا عرفنا كاع كيفاش تلقينا روسنا في الواد. السائق كان في شي شو كانت السرعه لا ما كاين سرعه، شغل الواد اللي قوي شويه ما حتاش القانون خصو يوقف كما كانوا واقفين الناس الاولين الناس الاولين، ولقينا روسنا في الواد. ولكن الحمد لله كان تدخل والحمد لله ساعدت الامور وخرجنا بخير وعلى خير الحمد لله شي عطا الله.